حازم؟ ايه يا حازم، في ايه؟ ايه ده يحيى، في ايه؟ انا جاي اطمن عليك. معلش انا اسف. اتفضل. هتفضل بقى تعاملني على ان ظابط؟ انت ناسي ان احنا اصحاب ولا ايه؟ اعذرنا يا حازم، فريق شايف اللي احنا فيه. الله يكون في العون. انا جاي اطمن عليك، اول مره اكلمك في موضوع طريق الجمل ده. ايه، بداتوا تحريات عنه؟ احنا شغالين، بس في حاجه كده افتكرتها زمان. مش طارق الجمال ده كان شغال عندكم في الشركه وكان خطيب اختك؟ اه، وانا اللي خليتهم يفسخوا الخطوبه بعد اللي عرفناه عنه. الباشا كان بيسرق الشركه وفاكرنا مش هنعرف. عربيات المونه والحديد اللي كانت بتخرج من المخازن كان بيستناها هو على الطريق، يبيع ربع الحموله ويدخل الباقي الموقع. وازاي يعمل ده كله وعايز يناسبكم؟ هو كان بيعمل كده من قبل الخطوبه وفضل مكمل على الحكايه دي. اصل هو كان مفهمنا ان هو من عيله غنيه وعايز يصرف على غدا قدامنا ويبين ان جيبه مليان. طبعا انت عملت حريات عنه وعرفت اصله وفصله وكشفته وهو متلبس. لولا بابا وقتها كنت سجنته. فسخنا الخطوبه وطردناه من الشركه وعاد لينتقم، وخلال كام سنه دخل السوق وبقى تايكون كبير قوي. بس هو مش زي ما انت متخيل. ما تيجي نقعد وانا احكي لك الحكايه كلها. طارق الجمل ده مجرد واجهه لمسؤولين كبار بيتاجروا في الأراضي والمدن الجديدة، بس مش بيظهروا في الصورة. يعني مثلا وزارة من الوزارات تطلع مناقصة على مشروع والشركات كلها تقدم، فجأة يطلع أمر بالإسناد المباشر إن شركة الجمل هي اللي تنفذ، ولو اتكلمت أو اعترضت المناقصة اللي بعدها ورقك يترفض بأي تلكيك. بعد الثورة اللي كانوا في الضل خرجوا بره اللعبة، واللي كانوا في الواجهة بقى كارت محروق. هو بقى دلوقتي بيدور على كيان جديد يدرى وراه ويبقى هو الواجهة اللي بيشتغل بيها. في حاجة مش منطقية في اللي بتقولها يا يحيى. ازاي واحد بيدور على حد يشتغل من خلاله ويعمل فيك كده؟ مش راكبين على بعض. أنا حاسس إن السكة اللي إحنا ماشيين فيها دي مش صح. يحيى ما تقلقش، ده مش معناه إن أنا مش هتحرى عنه. يا يحيى في إيه؟ شدة وتزول. خلفت يا حازم؟ لسه، ربنا ما اذنش. يبقى عمرك ما هتفهم ان عمرها ما هتزول. مش هما بيقولوا برضو اللي خلف ما ماتش؟ انا بقى مت في نفس اليوم اللي مات فيه ابن يوسف. صح يا حازم. لا يا يحيى، ربنا يخلي لك بنتك لسه موجوده. لما هتخلف هتعرف ان كل عيل بتخلفه بيبقى هو الدنيا كلها بالنسبة لك. مش هتعرف تقسمها، مش هتعرف تقول واحد راح والتاني لسه موجود، ولا يمكن عشان يوسف راح وهو 8 سنين. 8 سنين يا حازم، 8 سنين. طب أقسم بالله وأنا محطوم لآخر مرة، مش عايز اسيبه. كنت حاسس ان هو انه هيتنفس، انه هيتحرك، انه هيقول لي ما تسيبنيش يا بابا، ما تسيبنيش. انه لسه عايش. صدق اللي انت بتقوليه. ممدوح يعرف على مراته؟ تخيلي، ده سوزي هتتجنن، مش عارفه تعمل ايه. الله، ممدوح ده ولا يسوى في سوق الرجاله، وهي اللي مصبره. ما هي مش عارفه تمسك عليه حاجه، وكل ما تيجي تقفشه يتحجج لها بحج. دي سكرتيره، دي عميله بعمل لها مصالح، وهي بقى بتكبر دماغها عشان العيال، لكن اللي بتطلبه بيديهولها. قولي يا حبيبتي انها قاعده معاه عشان فلوس. بقول لك ايه، اديني رقم. وانت عايزه رقمه في ايه؟
هكون عاوزاه في ايه يا الهام؟ شغل يا حبيبتي ولا انا حصومه صوم وافطر على بصل؟ هاتي هاتي، بس خلي الموضوع ده في الكوتيني بيني وبينك. وده ايه الشغل الكوتيني ده؟ لو عندك شركه زي اللي عندي يا الهام هتعرفي ان الشغل كله لازم يتم في الكوتيني. هاتي الرقم وخلصيني. انتي مش متخيله يا مامي بتغير مني قد ايه. فظيعه فظيعه. فاكره الاسوره اللي كنا شاريينها انا وانتي من لندن؟ جايبه اختها بالظبط بس دهب ابيض. شي سو سمارت، عشان ما تبانش انها بتقلدك. انا قلت لك كذا مره ان البنت دي من وانتو في كيندر جاردن هي بتغير منك. شفت بقى مامتك بتقول ايه؟ اقطع معاها احسن. اقطع معاها ايه؟ لا طبعا دي صاحبتي. ده غير بقى ان المحل بتاعها كل لبس السواري منه. انت اللذينة عارفه ايه اللي بيليق عليا وعارفه كويس قوي ذوقي عامل ازاي. فاكره يا مامي الفستان اللي كنت لابساه فرح ايمان؟ هي اللي مصممهولي. يعني انت كده بقى مصاحبها مصلحه؟ لا طبعا انا بحبها. كل الحكايه انها بتغير وده طبعي يعني. ديفينتلي لازم تغير منك. Your wife is wonderful and unique. والله يا فندم انت خلصت الانجليزي كله. اكيد انا عارف طبعا انا متجوز قمر يعني. تتريق؟ دخلت في طريق مسدود. والله يا عم قالي فهماني غلط. طب تعالى بقى اخرجك منه ونكمل كلامنا في الشغل. تعالى. ماشي. Excuse me. Take your time. اكيد طبعا. Very strange. تفتكري بابا عاوز منه ايه؟ معرفش. أول مرة أشوفه بيطلب منه شغل. قول لي يا حازم، يحيى أخباره ايه؟ قابلته النهاردة، كان متأثر جدا باللي حصل لمراته وابنه. الله يرحمهم. طب والتحقيقات فيها جديد؟ قالت لي طاهر ده عقد الدنيا وخلى يحيى يشك إن في حد في الداخلية بيسرب معلومات. شك فيك؟ لا خالص، هو فاهم إن أنا ماسك القضية دي عشانه. كويس أوي. خليك بقى مفهمه كده على طول. أنا بس سيادة الوزير، بس أنا عندي سؤال كده يعني بسيط يعني. أنا عارف كويس أنت عايز تقول إيه وإيه لما تسأل سؤال زي ده. سيادة الوزير، أنا عايز أفهم بالظبط إيه المطلوب مني. أحقق في القضية ولا أتوهها ولا أقفلها ولا أفتحها ولا أعمل إيه بالظبط؟ أنا أقول لك تعمل إيه. تعمل مع القضية بشكل طبيعي جدا زي أي قضية. صاحبك خليك واقف جنبه زي أي صاحب في الدنيا، ولو في جديد تبلغني لغاية ما يجي اليوم اللي تعرف إحنا عايزين منك إيه. بس في حاجة عايز أقول لك عليها مهمة جدا، تحطها حلقة في ودنك. خلاص بقيت معانا. يعني مش هينفع في أي يوم من الأيام يطلب منك أي حاجة في قضية يحيى، أي حاجة، وتقول لأ. عارف ليه؟ لأن إحنا مش بنلعب. ما تقلقش يا سيادة الوزير، وإن شاء الله هتلاقيني دايما عند حسن ظن سعادتك.